هنبدأ الأول جولة كده سريعة في أحوال المرور وبعد كده نشوف أحوال الطقس. طيب خلونا نبدأ مع حضراتكم دلوقتي جولتنا المرورية، وهنبدأ من شارع رمسيس اللي بيشهد في الوقت الحالي كثافات مرورية بسيطة مكملة لحد ميدان العباسية. لو فضلنا ماشيين لحد تقاطع شارع صلاح سالم هناك هنلاقي برضو كثافات نسبية، أما لو رحنا عند كوبري الجلاء فهنلاقي فيه سيولة مرورية مكملة لحد طريق العروبة. عند كوبري المطار فيه كثافات نسبية هتبدأ تختفي وإحنا داخلين على طريق المطار، وعند كوبري الحدائق اللي جاي من الزاوية ومتجه للفنجري نفس الأمر على كوبري المطارية القادم من الكابلات. يشهد نفق الأزهر انتظام في حركة المرور للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس، كمان في انتظام لحركة المرور في شارع رمسيس وصولا لغمرة والعباسية ومطلع ومنزل كوبري أكتوبر. بالنسبة لطريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان للمعادي والمقطم هيكون فيه سيولة مرورية كبيرة، بس بتظهر بعض الكثافات على الكورنيش من المعادي وصولا لمناطق وسط البلد ومن قصر النبي لغاية قصر العيني، وبعض الكثافات بمحور النصر لغاية المنصة وشارع عباس العقاد والطيران. كمان في أماكن غلق الإشارات بالميادين ومنها ميدان التحرير وروكسي وربع العدوية. ناخد بالنا بقى إن في غلق كلي لطريق المحاجر في المسافة من طريق السخنة اللي هو طريق القطامية القديم لغاية تقاطعه مع محور محمد نجيب، مع تحويل حركة المرور بطريق القطامية القديم في مطلع محور محمد نجيب في اتجاه طريق المحاجر، وده علشان استكمال إنشاء محور طلعت حرب بمدينة القاهرة الجديدة لغاية الطريق الأوسطي من خلال محمية وادي دجلة مع تطوير المنطقة المحيطة. في الجيزة هنلاقي إن شارع فيصل بيشهد كثافات مرورية، وكمان شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ كبير في حركة السيارات، بدأت تظهر بعض الكثافات في منطقة مشعل، وكمان في كثافات كبيرة من شارع العشرين والحد الطلبية. أيضا المتجه لكوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين. بالنسبة لطريق المحور فبيشهد دلوقتي كثافات مرورية بسيطة قبل محور ميدان لبنان، أما المتجه إلى أكتوبر فهيكون فيه سيولة مرورية. لو رحنا شارع السودان قدام محطة مترو الجامعة هنلاقي إن في كثافات مرتفعة للي جاي من كوبري فيصل لمناطق الدقي، وبتظهر كثافات على محور صفت اللبن المتجه من الدائري وصولا لشارع السودان، يفضل التوجه لمحور عرابي، كذلك الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدنية. ظهرت بعض الكثافات بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي، وشاهد محور عرابي أيضا كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا للمهندسين، وكثافات بمحيط كوبري أحمد عرابي بسبب الإصلاحات. نروح مع بعض دلوقتي محافظة أسيوط قدام مستشفى الجامعة، بنشهد هناك سيولة مرورية مكملة لغاية جامعة أسيوط، ولما نوصل هناك هنلاقي فيه كثافات مرورية تبدأ تظهر ومكملة لحد شارع المعلمين، وبتقل بشكل تدريجي لحد الطريق الدائري في المحافظة. كمان في سيولة مرورية على الطريق الصحراوي الشرقي للقادم والخارج من محافظة أسيوط. هنكمل جولتنا المرورية ونروح الإسماعيلية، وبدأنا الطريق من مبنى ديوان عام المحافظة، هناخد طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيشهد هناك سيولة مرورية كبيرة مكملة لحد شارع 6 على طريق الإسماعيلية الصحراوي، بيشهد كمان سيولة مرورية للقادم للمحافظة من القاهرة أو عبر الدائري الإقليمي، لكن الطريق الزراعي فيه بعض الكثافات المعتادة في مثل هذا التوقيت. ودلوقتي خلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، في شبورة صباحية هتكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 31، أعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 35، أقل درجة حرارة هتكون في كاترين 25 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس وبالتفصيل بس بعد شوية.